اتفاقية أوسلو قسمت الضفة الغربية إلى مناطق جغرافية، وهنا كان الخطأ الكبير في اعتقادي. قسمت الضفة الغربية إلى مناطق ألف وباء وجيم، وهي نفس المسميات لـ ABC. مناطق ألف نصت الاتفاقية كانت مساحتها في البداية 3% من الضفة الغربية. مناطق ألف توسعت من ما بين 1994 لسنة 1999 لتصبح 18% من مساحة الضفة الغربية. في مناطق ألف للسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على مناطق ألف، إدارياً وأمنياً وتعليمياً وصحياً واقتصادياً. أما مناطق باء اللي تقريباً مساحتها 21% من مساحة الضفة الغربية، تم اقتسام السيطرة على السكان. السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على السكان تعليمياً وصحياً واقتصادياً، أما المسؤولية الأمنية فهي للجانب الإسرائيلي، تركت للجانب الإسرائيلي. مناطق سي أو جيم، وهنا وقعت الكارثة. تبلغ مساحة مناطق جيم في الضفة الغربية حوالي 61% من مساحتها، وتقع معظم المستوطنات الإسرائيلية فيها. هنا السيطرة الكاملة في جميع المناحي للجانب الإسرائيلي، وخاصة للجانب الأمني، ولا دخل للسلطة الوطنية الفلسطينية في شيء.